أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وعملنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم صادقين. وجعلوا بينه وبين جنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم. وما منا الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وكفروا به فسوف يعلمون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. هذا بعذابنا يستحجلون، فإذا نزل بساحته فساء صباح المنذرين، وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذين كفروا في عزة وشقاق، أملنا من قبلهم بقرب بلاد ولا تحين مناص، وعجيبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، لجعلنا إلها إلها واحدا، إن هذا لشيء واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يعاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا، إلا اختلاق له زل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك بالذكر، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب، لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب، كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من رواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا إنه أواب.
والإسلام والطير محشورة قل له أول وشد الدام الكهول وآل سيهاه الحكمة وفصل الخطال وهلتاك نبر الخصم إذ تصوروا النعمة إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلا يقضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب غفرنا له ذلك وإن له عندنا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء من حيث أصاب والشياطين كل من بيدك ضغط به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذكر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
لجنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب بجهنم يصلونها حديثا بهاد هذا فيذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فرج مزدحم معكم يا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بلدنا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مذنب وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهما أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول نعم لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل لحين تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يهدي لأجل مسمى
وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحفظكم في بطون أمهاتكم حتى من بعد خمس في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله وتمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت لنا أن ساجدا وقال لمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يشحنه حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم كذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة
لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء هم متشابسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله.